أطلي ليلة القدر لأنك أنت أمنيتي، فرشت الحب في قصري لأجلك، صغت قافيتي وصغت قصيدة العمر، فمن شعر إلى شعر، ومن سطر إلى سطر، ومن شطر إلى شطر، وليس الفضل لي أبدا، فما عندي سوى فقري، وكل الفضل والنعمة لرب مالك الأمر. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الشيخ حمدي البلتاجي مدير إدارة أوقاف أشموش، ونحن هنا في مسجد سيدي خليل نشهد حفل تكريم حفظة وحملة كتاب الله عز وجل. هذه المسابقة التي أقيمت في هذا العام للمرة الأولى تحت إشراف وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة أوقاف أشموش. كلمة قصيرة من الشيخ أحمد خيري ليقف بنا على ما يدور في هذه المسابقة وما هو مؤمن لها في الأعوام القادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتولى الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع في الجداول أو جرى، يا رب صل على النبي وآله ما شج جرح في سبيلك وانبرى، صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الحقيقة حينما اطلعت إلى صفحات وجوه حفظة القرآن الكريم ووجدت هذا البشر والسرور، تذكرت مباشرة كأن العيد قد قدم، وكأن هذه الليلة بالنسبة لهؤلاء الحفظة إنما تمثل العيد، بل ربما كانت خيرا من العيد، لأن الأطفال هؤلاء يحتاجون إلى من يشجعهم وإلى من يقف بجوارهم. وقبل أن أخوض في هذه المسابقة أريد أن أتفضل وأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من شرفنا ولكل من لبى دعوتنا، على رأسهم فضيلة الشيخ حمدي البلتاجي مدير إدارة أوقاف أشموش، وهذا العلامة فضيلة الدكتور مصطفى الأعصر الذي أحسبه من المخلصين ولا أزكي على الله أحدا. وأتوجه لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير، وأسأل الله تعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا بكم في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن لماذا قمنا بعمل هذه المسابقة؟ أولا نظرنا إلى من حولنا، ونظرنا إلى القرى المجاورة، فوجدنا أنهم في كل عام، بل ربما تكرر هذا الأمر في العام مرتين أو ثلاث، يقومون في كل عام على الأقل بصنع مسابقة في شهر
رمضان المبارك. هذه المسابقة الغرض منها أن نشجع هؤلاء الأطفال وأن نجعلهم نبراسا لهذا الدين الحنيف. فمن باب قول الشاعر: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. تشبهنا بهؤلاء وقمنا بعمل هذه المسابقة. وبالفعل أعلنا عن هذه المسابقة في خطبة جمعة، فقلنا نريد ونود أن نقوم بعمل هذا الأمر، فتأخر الأمر قليلا حتى أنني قد يأست ويئست من أن تتم هذه المسابقة. ثم بعد ذلك فوجئت باتصال من رجل ليس من قريتنا، وإنما هذا الرجل من خارج هذه البلدة. فوجئت به يقول: لقد سمعتك تقول كذا وكذا، ولقد تحمست لهذا الأمر، فامض على بركة الله واطلب ما تريد. وكان الرجل صادقا في كل كلمة قالها، حتى أنه دعم هذه المسابقة بالمبلغ المالي وبالمصاحف وبالنبل أخلاقه، ومن كرم عطائه أنه أتى بالأظرف التي تكون فيها النقود بعد ذلك. فبالله عليك، هل هناك كرم أفضل من هذا الكرم؟ هل هناك جود أفضل من هذا الجود؟ فتبرع هذا الرجل مشكورا، وأسأل الله العلي الكبير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. ثم بعد ذلك توالت التبرعات، وأمدنا الكثير من أهل قريتنا المباركة بالمال الذي قامت به هذه المسابقة. إذن السبب الأول أننا تأسينا بمن حولنا. السبب الثاني أننا نريد أن تكون هناك نواة حسنة في هذه القرية. نريد أن نضع البذر في الأرض، ونضع هذه الثمرة التي نأمل من الله عز وجل أن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها جل وعلا. وهذا ما يعني أتوقعه إن شاء الله في السنوات القادمة. ومن هذا المنطلق قمنا بالذهاب إلى وزارة الأوقاف، وأخذنا الموافقة بعمل هذه المسابقة. ثم بعد ذلك قام مجموعة من الأصدقاء المشايخ الذين عينوا في وزارة الأوقاف بالإشراف على هذه المسابقة عن طريق امتحان الأطفال الذين أتوا إليهم حتى يكون هناك حيادية في هذه المسابقة، حتى تكون الأمور واضحة ظاهرة. وبفضل الله عز وجل وقوته كانت المراكز الأولى القرآن الكريم كاملا، يعني ابتدأنا هذا العام بأن تكون الجائزة الأولى بالنسبة لحفظة القرآن كاملا 100 جنيه، ثم بعد ذلك الأقل 150، حتى وصل الأمر إلى أقل من ذلك. فنحن إذا كنا قد أنفقنا ما يزيد، ونحن لم ننفق شيئا، وإنما أنفق أهل الخير في الحقيقة. إذا كان أهل الخير أنفقوا هذا المال الذي يزيد عن 10,000 جنيه، فنحن في العام القادم نأمل أن تكون هناك آلاف مؤلفة، لأنك حينما تتبرع بشيء لأولادك إنما تقدم لنفسك، إنما تغرس حب القرآن في قلب أطفالك، إنما تغرس حب كتاب الله عز وجل في أفئدة أبنائك، لأن الباقي هو الولد الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحفظ ابنك القرآن والقرآن يحفظه من كل شيء. أشكر حضراتكم على تلبيتكم لدعوتنا، وأسأل الله عز وجل أن يرزق كل من ساهم في هذا العمل بالفوز في الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم في أعلى الجنان، وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.